في بدايتي كانت صف رابع ابتدائي، ابوي شاف عندي موهبه وكلم الدكتور سلطان وقال له يسجلني في اختبار كنغرو للرياضيات، واشتركت وجبت ميداليه برونزيه سنتها. وبعدها دخلت اختبار موهبه الاثرائي، ودخلت بعدها فصول موهبه وسجلت في مسابقه موهوب، ودخلت منها الملتقيات ملتقى الشتاء بالجبيل واربع ثلاث ملتقيات بعدها لين تدريب مكثف سنه 2020. استعد الان لأولمبياد البلقان الناشئين في البوسنه، وباذن الله نحصل ميداليات على الميداليات. الحمد لله شاركت في اربع معسكرات تدريبيه في كاوست، اعتمدت فيها على نفسي بشكل كبير. الحمد لله طورت عندي ثقه بالنفس وبعض المهارات الحياتيه.